الانجليزي لكرة القدم. الرياضي فن ولعب كبير، السنة اللي قال دي مدرسة، فأوروبا الدوري تعيش معاه، اتفرج بقى على الأستاذة. تحليل خطير مش أي كلام، مع ميدو سيف وحازم إمام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز أوف فانتسي ولا OLED بخاصية ال 100 مليون سيلف ليد بيكسلز. لما تكون كل نقطة قدامك واضحة وفي مكانها الطبيعي، لما تكون كل حاجة بتشوفها معبرة أكتر، ولما تكون كل حاجة بتجربها واقعية أكتر ومتجاوبة معاك أكتر، كأن فيه كل ثانية قدامه بتخطف العين. قوة السيلف ليد بيكسلز LG OLED. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا إيه معنا. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا ايه منعنا. طول يا نهار للفرحانين، اللحظة الحلوة لازم تتعاش، واستني يا شمس كمان ساعتين وبلاش، دلوقتي تغيب تغيبي بلاش. طول يا ليل ما تفارقناش، نسينا كل اللي فات كده بالمرة، واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش، هي الحياة هنعيشها دي كم مرة. طول يا ليل ما تفارقناش، نسينا كل اللي فات كده بالمرة، واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش، هي الحياة هنعيشها دي كم مرة. للفرحة مكان، زاد دلوقتي في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة. اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من ستارز اوف فانتسي. والنهارده يوم جديد العالمي والثعلب، وواضح ان في تقدم النهارده للثعلب. الف مبروك. الحمد لله. الحمد الف 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 مبروك. اسبوع سيء. انا خلي بالك هو الاسبوع اللي فات، بس الاسبوع اللي قبله كنت شغال كويس يعني. لا بس الاسبوع ده وحش قوي بصراحه.
بس أوي. الحقيقه يعني بغض النظر عن التالق ميدو الحقيقه عامل اداء جديد جدا يا جماعه. الكادر معانا جاي معاك ده شباب ده مهم يا جماعه. هو بصراحه لسه حاجه في ميدو انه بيطلع لها كل حاجه جديده بصراحه. بس وحياه ربنا خطير. ليه بقى؟ ليه؟ لا ميدو. الفكره نفسها جات لك ازاي؟ عايز اشرح للجمهور. ليه طيب؟ الفكره نفسها جات ازاي؟ والله ما جات على حاجه. يعني الاحمر ده انت طلعته؟ ولا ده انت مثلا الصوره دي انت جبتها من حته ولا دي لا لا ده ستايل يا ستايل بالظبط لا ستايل بس حلو والله العظيم حلو والله والله هو بيضحك ليه الضحكه دي عادي لا عالمي والله العظيم عادي انا شايف عادي نجم عالمي والله خلي بالك هو يمشي والناس تمشي وراه والله يعني هو يحط حاجه والناس تمشي وراه يا ابني عالمي عالمي واحد في مصر طبعا اتفضل يا كابتن احمد لا لا اسبوع وحش اسبوع سيء جدا يعني 39 نقطه يعني في الاسبوع ده الافرج الافرج 52 نقطه فده وحش انا دايما بشوف بالافرج يعني مين اللي فوقك يا ثعلب مين فواني لا كويس عندي كالفرت لون اللي حطيته الاسبوع ده جاب لي 8 نقط جاب جون ما انا حاطه وصن حطيته الاسبوع ده جاب جون برده وعمل اسيست اللي بقى كان علامه استفهام بالنسبه لي كنت فاكر ان الماتش ده حطيته كين كان حاطه كنت حاطه كابتن ما عملش حاجه خالص فاخد 4 نقط في ماتش كان مانشستر يونايتد وليفربول كان عندي كان عندي فرنانديز وعندي يوتا وكان عندي اولف ما لعبوش فدول اخشاله طبعا اصفار وكين ما لعبش ماتش شيفيلد وكين ما لعبش ماتش ايفرتون لا ما لعبش ماتش شيفيلد لا لعب اهو واخد 4 بس ما جابش حاجه غريبه قوي يعني 4-0 ما جابش اربعه وانت على مين اللي فوق ولا اسيست حتى ولا مش حد فوقني انا فرقه مالت انا يعني كل ليدز مسليه ليدز الجول كيبر نقطتين الديفنس هول جيت ايفرتون نقطة دانك برايتون 8 خد ماشي ده خد كلين شيت سيميدو فولفرهامبتون عمل اسيست كيلمان وولفرهامبتون نقطة ميتشل كريستال بالاس قدام واتكنز جاب جول يعني جاب جول مهم جدا لاستون فيلا في ماتش استون فيلا ويست بروم وبامفورد في ليدز نقطة واحدة وكين توتنهام زي حازم للاسف ماتش سهل كان ممكن يعمل فيه حاجه كويسه مش موجود يعني احلى ماتش الاسبوع اللي فات احلى ماتش ما كانش فيه ماتشات حلوه قوي يعني بس هو توتنهام وتشيفيلد 4 تجوان الوحيد اللي كان فيه اهداف كتيره شويه ماتش نيوكاسل وارسنال واول 5 دقايق النني بيجيب جون كان برضو حاجه كويسه للنني اول جول في البريمير ليج اول جول في البريمير ليج قول القلب ده طيب انت ما حدش اتكلم على ما تقولش حاجه على القلب طيب فندم ما قلتش حاجه على القلب انت لا لا بس انا بحب للخير ده حته مسكين ويعني ماشي يعني مش مسكين مش مسكين امال ده ايه ده ماركه ثانيه اسمها يعني هقول لك عليها بعد مش هنعمل لو انت عارفها مش هنعمل اعلانات لا قول لي لو انت عارفها يعني ما جيت بس التنيت قالينا اقوم كده اسمها يا ابني لا ما تقولش غير ما اقولها ولا عارف اسمها كوم دي جارسون اسمها ايه كوم دي جارسون الله بس دي بعيدة يعني لسه شوية انت صح تيجي بعد شوية بس عاجبني القلب بس دي من زمان يعني انت بس انت حاصر نفسك في حتة معينة الماتش كان حلو قوي ماتش تشيلسي وفولا في تشيلسي جامدين جدا بيتحركوا في ظهر الديفنس وفولام كانوا يجيبوا التعادل قبل نهاية الشوط الأول تشيلسي جامدين فرقة تشيلسي بقوا جامدين قوي فعلا بيدافعوا كويس يلعبوا ثلاثة ورا واثنين وينج باكس بيدافعوا كويس اسبلاكويتا ونص الملعب والناس اللي قدام خفاف جدا وسرعه جدا ماونت وبوليسيتش وفيرنر كلهم لعيبه كوره كانتي ماتش ريال مدريد مش ممكن كل كره ثانيه بتاعته كله في الكاونتر اتاك على طول موجود جول الاخير بتاع ماونت ده قاطع ده واخد الكره الثانيه لعيب نص ملعب دقيقه 85 يعني كمان يعني بص دقيقه 85 ودايس ازاي بس بص يا حازم الفرق ما بين النهارده لسه كنت بتكلم في القصه دي النهارده التعامل النفسي والمان تو مان مانجمنت الفرق ما بين لامبرد وتوخل بص توخل اول ما دخل سيف هو ماشي نظم الفرقه لعب بثلاثه غير شويه حاجات معينه بس التعامل النفسي مع اللعيبه لو شفته حتى حازم هتلاقي ان العيال كلها اللعيبه كلها عايزه تلعب له على الناحيه الثانيه كنت تشوف لامبرت تحس ان اللعيبه دي دونت بلاي فور هيم يعني ايه دي نوت جونا فايت فور هيم مش هيتخانقوا عشانه مش هيخشوا خناقه عشانه وهو ده الفرق وحازم عارف كده كويس جدا في مدرب بيوصلك من الناحيه النفسيه لمرحله ان انت تموت نفسك عشانه وفي مدرب ما بيعرفش ساعات ميدو برضو بتقفل عند مدرب في حته يعني يحصل العكس يروح في حته ثانيه يعني اللي حصل لتوخل في بي اس جي واللي حصل في توخل في تشيلسي ناس بيمشوه من حته عشان هو ما بقاش
اللعيبه مش شايفاه مش عارف يعني او مش شايفينه هو الصح. ابتدى يطلع ابتدى حتى يفقد صدارات الدوري الفرنساوي يعني مشي وهو مش اول الدوري لغايه دلوقتي على فكره في مستوى بس يعني ممكن بي اس جي ما ياخدش الدوري الانجليزي الفرنساوي. نيمار نيمار يا حازم كارثه بس بغض النظر يعني بص نيمار رهيب نيمار يعني بغض النظر يعني بص توخيل مشي من بي اس جي عشان هو خلاص الناس ما عندهاش مصداقيه في خسر تشامبيونز ليج السنه اللي فاتت وفي الدوري السنه دي ماشي مش كويس مشي يروح بص زي ما ميدو بيقول راح تشيلسي بص الفرقه عامله ازاي اتقلب تماما يعني ممكن تتعلم يعني بس يعني انت تفضل تتعلم يعني ممكن يكون تتعلم ساعات لما تخش على بيئه جديده بتبقى ليك دخله تانية ممكن زي ما بيقول اتعلمت من حاجات معينه مثلا نيجاتيف عملتها تخش تاخدها بتعامل عكسها صح لان تشيلسي دلوقتي خلاص تمام ضمن المركز الرابع وممكن ياخد تشامبيونز ليج هيبقى ماتش بينه وبين مان سيتي وصل فاينل هيتلعب يوم السبت ماتش طبعا زي بعض لكن ماتش هتلاقيه متقفل وتشيلسي يعرف يلعب قدام مان سيتي يعني كان الموضوع هيبقى قريب جدا ممكن ياخد تشامبيونز ليج. طيب نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف نصايح الثعلب العالمي بخاصية ال 100 مليون سيلفريد بيكسلز. لما تكون كل نقطة قدامك واضحة وفي مكانها الطبيعي لما تكون كل حاجة بتشوفها معبرة أكتر ولما تكون كل حاجة بتجربها واقعية أكتر ومتجاوبة معاك أكتر كأنك فيه كل ثانية قدامه بتخطف العين قوة السيلف ليد بيكسلز LG OLED. يا نهار الشوق على أجمل ناس إحساس الحب هو جمعنا هنعيش عمرنا ما خلاص هنعيش فرحتنا إيه معنا يا نهار الشوق على أجمل ناس إحساس الحب هو جمعنا هنعيش عمرنا ما خلاص هنعيش فرحتنا ايه منعنا طول يا نهار للفرحانين اللحظة الحلوة لازم تتعاش واستني يا شمس كمان ساعتين وبلاش دلوقتي تغيب تغيبي بلاش طول يا ليل ما تفارقناش نسينا كل اللي فات كده بالمرة واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش هي الحياة هنعيشها دي كم مرة طول يا ليل ما تفارقناش نسينا كل اللي فات كده بالمرة واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش هي الحياة هنعيشها دي كم مرة الفرحة مكان زاد دلوقتي في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة
رجعنا لكم تاني ونرجع نشوف بقى هينصحوا ولا هيرشحوا ولا هيعملوا ايه. ثمان فرق عندها دبل ميد ويك. ثمان فرق عندها دبل جيم ويك. وده هيعمل شغل كويس. خد بقى الكباتن يعمل كابتن وحط فرقتك في الثمان فرق اللي هتلعب الدبل جيم. ده مهم جدا. عندك مانشستر يونايتد ممكن تاخد برونو فرنانديز، عندك تشيلسي بوليزيتش، عندك من ارسنال اوباميانج او ساكا. يمكن انا سبحان الله كنت واخد لاكازيت او خدته اتعور فيعني ما بقاش موجود. فالعب على الحاجات دي. الفرقه دي هتعندها دبل جيم ويك فممكن تجيب نقط كويسه. عالمي. يعني ايفرتون عندهم ماتشين استون فيلا وويست هام. ماتشين صعبين. لكن ممكن ريتشارلسون من ايفرتون. وكالفرت لوين ماشي كويس وفورم كويس وبيجيب اجوان. وسيجرسون ممكن يعمل اسيست وممكن يجيب اجوان وبيلعب بينالتيز بيلعب ضربات جزاء. دول من 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 ايفرتون. من استون فيلا برضو واتكنز ماشي كويس جدا، واحد من المهاجمين الاقوياء جدا في الدوري الانجليزي. ومن ليستر فاردي وايناتشو. ده شيء انا شايف انه يعني ليستر عندهم ليستر عندهم نيوكاسل هوم، ماتش ممكن يكسبوه. نيوكاسل خلاص سيف. ف انا في رايي ان ليستر هيكسبوا الماتش ده، محتاجين يكسبوه. وفاردي وايناتشو الاثنين ماشيين كويس، هجيب حد فيهم هيجيب جول. كين وصلاح منافسه شرسه جدا، مين يخلص؟ جدا جدا. كويس ان كين ما جابش جوان الاسبوع اللي فات. وصلاح ما لعبش الماتش بتاعه، هيلعب طبعا عنده يشتغل عليه. انا شايف صلاح هينافس لغايه اخر امل. وهاري كين طبعا الاثنين هينافسوا وهيبقى فرق جون ولا حاجه، وان شاء الله يكون صلاح. يعني صلاح الوحيد اللي في ليفربول اللي مركز. فرقه ليفربول كلها او معظمها مش مركزين خالص خالص. غريب جدا ان الاثنين التوب سكوررز بتوع البريمير ليج الاثنين فرقهم ملخبطه. يعني طبيعي تبقى بيبقى التوب سكورر ده واحد من الفرق اللي هي خدت الدوري في الثاني. صح. بس ده ليه زي ما انت قلت المره اللي فاتت، هم حتى والفرقه متلخبطه هم مركزين هم فاصلين. فدي برضه نقطه كويسه. ربنا يخليك يا سيف، شرفتونا ونورتونا والله. ايه ده، مفيش حاجه تانية؟ خلاص لا لا احنا كده سعدنا بيكم جدا. خلاص عايزين نقعد شويه يعني نقعد شويه. بص ما بيجي فاضي بقى والدنيا بص بتبقى هاديه معاه عايز يفرد وبتاع. شكرا يا كابتن سيف. بص يا مينو ما تحطش دماغك في اي حاجه خالص والله، انت عم المنطقه كلها. الله يخليك. انسى والله العظيم ولا تحط هو قدام بيحاول يحبطك. بس لا والله زي بص في عالمي واحد بس. تعرف يا سيف اقول لك حاجه؟ اتفضل. انت البدله مخبياك. والله يعني انت من حظك الحلو ان انت بتلبس فورمال في البرنامج. انا نفسي تروح البرنامج وتورينا. طب انت طلعت في انا ليه؟ لا خالص انا بقول يعني انا اكتر واحد برفع الحلقه. بص برفع. انا جاي عليك الحلقه بتقفل. انا جاي عليك الحلقه بتقفل. انت راجل انت شفت ضحكته وبيقول لك انت شفت ضحكته. لا بس انت يعني انا اكتر واحد بعمل لك سبورت في العالم. انت معاك الدركسيون بقى. انت راجل دركسيون وسايق عايز نقفل عليه. لا لا انت قفلت عليه هو وهتجي عليا تاني في الشراب. ايوه صح. لا انت قفلت عليه ليه؟ راجل عيل كويس اهو. والله العظيم يا علامه انا فخور بيك. الله يخليك. اقسم بالله. وانا والله فخور بنفسي. اه والله. لا اصل الشراب ده تاني. نشوفكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي. متضايق في البدل. يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي.